amené de le dire au bout. Sei quanti sei. Teniamo a malastro. Ma quella sarà. تقول كده انت ترك المؤمن وانت يرد ترك انا المسؤول عن كل اللي حصل انا اللي ما قدرتش احميه انا عارف انه كان في خطر انا اللي ما منعتوش ينزل ينفعش يا بابا تحمل نفسك المسؤولية وانت عارف كويس قوي مين اللي عمل كده قتلت رامي عشان تحطمك عشان توصلك اللي انت فيه دلوقتي لو سمحت لا تخش حياتي انا كنت اناني مفكرتش غير في نفسي المطلوب انك تسمعوني انت ومامتك مش عارف اذا كنا هنقدر نتلم تاني ولا لا بس خلاص مش طايق العصر ده مش قادر اقعد فيه ولا يوم واحد انت اللي كنت دايما بتعلمنا ان احنا ما نتكسرش ونرجع نقف على رجلينا تعمل كده دلوقتي تعرف يمين يا بابا عارف يمين انك تفضل مسؤول عن البلد دي مينفعش تعمل كده أنا عايزة كده تقوم تفوق عشان في ضيف مهم جايلك ما كانش قدامي غير منا عشان أخرجك من الحالة دي اللي بيحصل في البلد في منتهى الخطورة ولازم نحط إيدينا في إيد بعض عشان نواجه ده بعتولي يا فتاح وطلب مني الاستقالة رجعنا في كلامنا وبالنسبة للفضيحة هنقدر نلمها هنشكك في التسجيلات حتى لو اضطرنا نقفل الكورنا مفيش مشكلة الإجراءات الاستثنائية بتكون ضرورة لما يكون في تهديد للأمن القومي البلد في خطر والتحالف اللي بين الهانم وبين جلال فهيم بيشكل أكبر خطورة على البلد علشان كده النظام شاف ان مفيش غيرك ممكن يواجه ده القرارات اللي اعلنتها لقت صدى عند الناس وممكن تبقى اكبر حائط صد في مواجهه المؤامره اللي بيتدبروها عشان يستولوا على البلد انا كده ان التحالف ده كان من بدري قوي عشان كده حاولوا يختلوني عشان ما اعلنش قراراتي بالظبط كده